الله يعطيك العافية، وهذا شرف لينا، والله يعطيكم العافية، متشكرين على الاستضافة والمباراة الجميلة اللي عملناها، وإن شاء الله تعود بالفائدة على الفرقتين. والاستضافة من النادي الأهلي طبعا ما هي مستغربة، أفضل العلاقات التاريخية من نادي الاتحاد والنادي الأهلي المصري، ودائما مشرفين الوطن العربي في المحافل الدولية. والحمد لله نشكر إدارة النادي الأهلي والكابتن فتحي مبروك على الاستضافة الجميلة هذه، وإن شاء الله المباراة تكون عادت بفائدة طيبة للنادي الأهلي، وأكيد إحنا استفدنا منها بشكل كبير. طبعا طبيعي المعسكر في مصر طبعا فيه فائدة كبيرة بالنسبة لنا، بالنسبة للأماكن الحمد لله مجهزة للتمارين، المباراة الودية متوفرة بكثرة مع فرق قوية واحتكاك قوي، هذا كان هدفنا المعسكر، وطبعا بدعم من إدارة النادي وبدعم من راعي رسمي مدرسة البراعم اللي هو مستشفى سليمان فقيه، دكتور سليمان فقيه، صراحة نشكرهم شكر كبير على إتاحة الفرصة وعلى الدعم اللي دعمونا إياه لإقامة المعسكر اللي بيعود في الأول والأخير بالفائدة على الأولاد، اللي نسعى الموسم هذا بإذن الله أنه نأسس ونجهز لعيبة للمستقبل بإذن الله. ما بتهمنا النتائج كثير، ما بتهمنا طبعا المنافسات، أكيد كاسم وكنادي الاتحاد نطمح أنه إن شاء الله نحقق نتائج كويسة، ولكن الأهم عندنا أنه نبني فرق من الصغر، مأسة البراعم من مواليد 2004 إلى مواليد 2011-2012، نأسس جيل للمستقبل يخدم الاتحاد، نادي الاتحاد إن شاء الله لسنوات، والكرة السعودية بإذن الله. صراحة مصر يعني أم الدنيا وبلد كرة طبعا، ما شاء الله تبارك الله، الفرق والتطور في الرياضة في الملاعب في كل شيء، صراحة حصلنا كل شيء متوفر لله الحمد، استقبال وحفاوة كبيرة من جميع يعني الأخوان في مصر، سواء فرق سواء الناس في الفندق في أي مكان بيقابلونا، بالعكس بيرحبوا فينا وحفاوة، وهذا طبع الشعب المصري العظيم، ونشكركم صراحة على كل شيء وجدناه، والشكر خاص للكابتن فتحي مبروك، إدارة النادي الأهلي، النادي الأهلي نادي كبير ونادي الاتحاد، دائما الناديين مشرفين الوطن العربي في المحافل الدولية، وهذا شيء طبيعي التواصل والعلاقات بيننا، وان شاء الله باذن الله ننتظر النادي الاهلي يزورنا في السعوديه باذن الله. For us it's very good game to play at this level. We try to build our academy. We try to have one philosophy of training and play like from behind. And for us it's a good job to play like a good opponent today. It's very good for us. وبيقول انه الجيم اليوم كان جدا كويس، كان جدا كويس لنا احنا، انه احنا عندنا التكنيك اللي بنلعب، انه بنلعب من الخلف، فكان اليوم انه بنلعب ضد النادي الاهلي فريق قوي جدا، فكان يعني هذا شيء جدا كويس لنا، انه حنشوف نفس فلسفيه التمرين بالنسبه لنا، فكان كويس يعني، حتى لعبنا ضد فريق جدا كويس، فريق الاهلي، ففريق كبير جدا وغريب على التعريف. I think they are physical strong big boys very good and like we they try to build up from behind so yeah it was good game for us. هو بيقول انه ما شاء الله يعني البنيه الجسمانيه تبع لعيبه النادي الاهلي جدا كويسه، فكان احنا انه التكنيك تبع انه بيبنوا الهجمه من الخلف، فمن الجسمانيه اللي موجوده في لعيبه النادي الاهلي، فكانت يعني ممكن شويه كانت عائق لنا انه نبني الهجمه من الخلف، فكان هو بيمدح اكثر شيء عن الجسمانيه البدنيه يعني حقت اللعيبه. وانا سعيد ان انا موجود في النادي الاهلي، وانا ابن من ابناء النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين. كنت في اتحاد جده من 5 سنين، ربنا كرمني مره ثانيه ان انا ارجع تاني اتحاد جده، ونادي طبعا اتحاد جده من الانديه الكبيره في السعوديه واسم كبير، والحمد لله برضو ان انا شغال مع مدير فني كبير زي كابتن موفق. قبل ما نيجي هنا احنا كنا حاطين برنامج للفريق، برنامج كويس صباحي ومسائي، وطلبوا مني ان انا لازم اعمل مباراه مع فريق 15 سنه فريق النادي الاهلي، وانا عارف اللي ماسك الفريق كابتن ياسر ريان طبعا اسم كبير في عالم التدريب، قلت له ما فيش مشاكل، انا هتفق مع كابتن فتحي مبروك مدير قطاع الناشئين، وان شاء الله نعمل مباراه وديه كويسه. طبعا المباراه طبعا جميله، طبعا احنا كنا محتاجين فرقه كبيره زي فرقه النادي الاهلي، والحمد لله استفدنا منها، طبعا احنا استفاده كبيره قوي، خصوصا ان احنا قبل المباراه ديت لعبنا مباراتين مع فريق 6 اكتوبر وفريق بتروجيت، الحمد لله فوزنا في المباراتين. المباراه دي انا ما يهمنيش النتيجه على قد ما يهمني الاداء كان كويس معقول الى حد ما،
كبداية فترة عدد وكبداية موسم، وإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية يكون أفضل لنا بإذن الله. قدم تحية للنادي الأهلي المصري، وأشكر إدارة النادي على المعسكر والراعي الرسمي مستشفى فقيه. الحمد لله قدمنا مباراة كويسة، بس الله ما كتب لنا الفوز. أول شيء كان المعسكر ناجح وطبقنا بعض الجمل اللي المدرب حقنا كان يبغاها مننا. المباراة الودية خسارة فوز ما يهم، المهم للسنة الجاية الدوري إن شاء الله نبدأ بداية كويسة. وقلت زي ما قلت لك المباراة الودية هذا مقياس ونتعلم من أخطائنا.